وقفة احتجاجية نظمها خريجو عامي 2017 و18 من الكوادر الصحية والطبية في الموصل للمطالبة بصرف رواتبهم المدخرة على مدى 10 أشهر متتالية. فمنذ بداية هذا العام ومع صدور أمر تعيينهم ومباشرتهم العمل وحتى الآن لم يتسلموا راتبا واحدا جراء خدمتهم الطبية، والبالغ عددهم 1027 شخصا. أنا أحكي لك عن 1027 شخص ما مستلم راتب بظرف 10 أشهر. أنت قاعد تجي 10 أشهر، راح ندخل بشهر 11. شهر 11 هذا كل شيء ما مستلمين استحقاقاتنا أبدا. يعني كل شهر يطلع لنا كتاب يقول لفلان صرفت، فلان راح يصير قرض داخلي، وكل شيء ما في. الكوادر طالبت صحة نينوى والجهات الحكومية بصرف رواتبهم عاجلا كي يتمكنوا من تأدية واجبهم بشكل صحيح، فلا مصادر مادية تعيلهم سوى رواتبهم التي يحصلون عليها جراء تقديمهم الخدمة العامة. من يوم تاريخ تعييننا بشهر 1 سنة 2022 ولحد هذه اللحظة ما استلمنا ولا راتب، فإحنا وقفتنا هاليوم لهذا الغرض. طبعا كنا ملتزمين بالدوام 100% من تاريخ تعييننا لحد الآن، خفارات، ردهات عزل، أيضا كل واحد حسب دوامه. فنتأمل اليوم من دائرة صحة نينوى أنه يسارعون بصرف رواتبنا حتى إحنا كذلك نقدر نأدي واجبنا بصورة صحيحة بداخل المستشفيات، لأن مثل ما تعرف أغلبنا ما عندنا مصادر مادية أخرى، معتمدين على الراتب، وجودنا من المستشفيات ده يكلفنا أيضا من معدات الوقاية نشتريها يوميا. مناشداتنا لم تجدي نفعا ولم تلقى آذانا صاغية لها، فدائرة الصحة في المحافظة والجهات المعنية تعدهم من دون تنفيذ الوعود. نحن مجموعة من خريجين دفعة 2017-2018 والبالغ عددنا 1027، تعيننا على دائرة الصحة نينوى في بداية الشهر 1 وإلى الآن لم تطلق رواتبنا، وطالبنا وناشدنا وأكثر من مرة وطالبنا دائرة الصحة نينوى والدكتور فلاح، طالبنا ووعدنا أكثر من مرة، والشهر الجاي والبعد والسادس ولحد هسه ما مستلمين ولا راتب. يعني إلى متى هذه الوعود؟ إلى متى؟ من الموصل سعد منصور، التغيير الفضائي.